الو ايوه ندى 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 معروفه ندى وليد. ندى ندى وليد ده ما لحقتش، ندى وليد خلاص. ده ما لحقتش. ايوه اتفضلي يا ايه ده صوت الوطي ده، صار مش متعوده ازيك يا ندوده، عامله ايه؟ ندى ازيك يا ندى، اخبارك ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كله تمام، والف الف مبروك على هذه الانجازات الرائعه الحقيقه خلال موسم طويل، ولكن في النهايه ثلاث بطولات من اربع بطولات اعتقد شيء جيد. طبعا الله يبارك في حضرتك، هو مش شيء جيد قوي بس الحمد لله كتوتال يعني كويس الحمد لله. يعني كتوتال مش هنقدر نتكلم في اي حاجه غير ان احنا نقول ان احنا مبسوطين بيكم وسعداء جدا وسعداء بتكريمكم ان انتوا تكرموا من النادي ويبقى موجود الكابتن خطيب، اعتقد شيء مهم جدا جدا وبيحسب لاداره النادي وبيحسب لاداره النشاط الرياضي في النادي ايضا يا ندى. طبعا دي حاجه بتفرحنا قوي يعني كابتن ديبو دايما في ظهرنا ودايما بيشجعنا في اي حاجه، في اي مكسب اي خساره او اي خساره بنلاقيه عندنا، فدي بالنسبه لنا حاجه بتشجعنا وبتدينا الثقه وبتخلينا ان احنا مش عايزين نخسر بطوله تاني، عايزين نكسب كل حاجه عشانهم يعني. انت موجوده مع المنتخب دلوقتي صح؟ لا احنا دلوقتي ما عندناش منتخب، احنا اجازه. عندكم اجازه اليومين دول؟ ها؟ طب امتى هترجعوا تاني التمرين بقى الفتره اللي جايه؟ لا مش عارفين يعني بصراحه، محدش قال لسه حاجه. محتاجين تاخدوا وقت شويه برضو، البطولات اللي ورا بعض دي. ايوه طبعا. طيب محتاجين اجازه شويه. الثلاثه اصحابك واصدقائك وقريبين منك، مين اللي اقرب فيهم؟ لا كلهم. ما ده انا ما بحبش الكلام الدبلوماسي ده يا جماعه. يعني ماشي كلهم وحلوين ولطاف وكل حاجه، اكيد في واحده كده بتقعدوا تودودوا مع بعض زي ما احنا كرجاله برضه بنودد كلنا مع بعض، البنات ما بنقدرش يبقى بس احنا كلنا مع بعض. كلكم بتودودوا مع بعض؟ كده كده. طب بتودودوا تقولوا ايه بقى؟ سمعونا. لا مش هينفع هنا كده قدام الناس. ما فيش حد بيتفرج يا بنتي، ده احنا وهم بس، مفيش حد يعني. لا احنا سعداء جدا بوجودكم طبعا معانا. ندى ايه خالد اللي عايز تقول لنا حاجه؟ ندى برضو اتفضلي. ندى اكيد طبعا. ازيك يا ندى؟ ازيك يا ندى؟ ندى اكيد والله احنا المفروض ننزل بس انتوا خدتوها مني. النهارده؟ شفت بقى؟ لما يعني نصايه كده و... بس هيبقى الوقت اتاخر. لا يعني والله انا ده اكيد الثلاثه بجد اللي معاك دول من احسن ثلاثه اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي والله، فحضرتك محظوظ. طب شوفي ايه يا ندود؟ شوفي ايه عايزه تقولي. لا انا ده اكيد طبعا، ده لعيبه من اللعيبات الاكيد مهمه جدا، هي ليها دور كبير طبعا في سبب اي مكسب احنا كنا فيه، هي لعيبه مجتهده واكيد يعني مستواها باين اكيد قدام اي حد، احسن ليبرو في افريقيا، فاكيد يعني نبقى مبسوطين ان احنا اكيد انا مبسوطه. بعدين هي الوحيده اللي تبقى لابسه لبس غير كده. هي تبقى ملونه في الملعب. بس يعني فاكيد هي عملت بجد موسم كويس قوي، فشكرا اكيد ليها يعني. حبيبتي عيون. ندى طموحاتك ايه مع النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه؟ مرحله صعبه وخلي بالك دايما المحافظه على المستوى اللي انتوا فيه صعب جدا. ايوه طبعا، هو طبعا اي يعني طموحاتنا كلنا ان احنا السنه الجايه ناخد الرباعيه، واول حاجه طبعا افريقيا ان احنا ننجحها تاني بيتنا يعني، فهي هتبقى سنه بالنسبه لنا اصعب بكتير بس ان شاء الله نقدر نحققها يعني. ترجعوا بيتكم ازاي بقى؟ ناخدها. نفسنا كلنا ناخدها، ناخدها يبقى ندوس على نفسنا في التمرين يعني. خلي بالك انت بيسمعك شباب صغير، انت بالنسبه لهم والبطلات اللي قدامنا بالنسبه لهم مثل اعلى، فمهم جدا دايما لما نيجي نتكلم نقول على التمرين، وانا وجهه نظري دايما كده ان التمرين هو الاساس في كل شيء. ايوه طبعا. علاقتك بالجهاز الفني والاجهزه والجهاز الفني والاداري اللي موجود مع تغير المدرب وجود كابتن ابراهيم، مجموعه العمل اللي موجوده، بتشتغلوا مع بعض ازاي؟ طبعا هي اول ما بيتغير الجهاز الفني انت في الاول تبقى الموضوع صعب لان هم مش عارفينك وانت مش عارفهم، فمش عارفين كل واحد طريقته عامله ازاي. فهي بتبقى اول شهر شهرين وحتى اول فتره من الماتشات الدنيا تبقى صعبه شويه، بس بعد كده خلاص انت بتاخد على الموضوع تلاقي نفسك خلاص اتعودت يعني، فده اللي بيحصل على طول يعني. عموما نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا ندى وليد، واحده من فتيات الذهب زي ما قلت لحضراتكم. ندى افضل ليبرو في افريقيا وفي مصر.